Thank you.
لا 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 روح شني لا لا ما تقوليش لا لا قولي في الليل قدم شوية بقى. فين فين خلاص افتح يديك بعد علي الله يسرع امشي الله يسرع زين شوي زين شوي زين شوي افتح يديك لا لا عاود ترى عن سمكة عاود واحدة عاود استنى استنى شوفك بل ونزم نعاود وشوف استنزلكم اسمح تنزل بعدين صور تنسوني بس صور صور سوري بس احمر وان ازاي اصور؟ زي ما انت كده لايف لا عب لايف لايف كويس شكرا الله يجزيك ان شاء الله تطلع؟ تطلع؟ لا شكرا هاي بتطلع معنا في اللايف؟ شكرا ليه؟ ها؟ ليه؟ قلت الجمهورية؟
رايك اصورك وتصورني؟ لو انت حابب تطلع معانا احنا جنينه الجمهوريه، لو عايز تطلع تقول ان انت جاي تتصور بنشوفه بالنور وفتح ولا مغمض مفيش مشكله. ان شاء الله ان شاء الله. ماشي. معنا احد السياح من دوله ايه حضرتك؟ عرفنا من سلطنه عمان، جاي يتاكد بنفسه ويشوف ابو الهول فعلا غمض ولا لسه مفتح. انت امبارح تابعت طبعا الترند اللي حصل بخصوص ان ابو الهول كان مغمض عينيه، كان مريح شويه، تمام؟ وانت النهارده جاي تتاكد من الكلام ده وجاي تتاكد بنفسك، يا ترى بقى لقيته ايه؟ كان مغمض وصحيناه ولا هو فعلا كان صاحي؟ جيت لي شوف، هو مغمض عينه فتح عين. هذا يعني هو نايم ممكن صاحي لاي حاجه، يعني مفيش حد جه صحى الصبح عشان يكمل يكمل شغله. هو صاحي طول الوقت، هو صاحي طول الوقت، بيغمض عين وبيفتح عين. طب انت احكي لنا النهارده، انت استمتعت لما شفت حضاره 7000 سنه ايه الاجواء النهارده؟ يعني انت لسه جاي ولا جاي من شويه واتفرجت على الاهرامات ولا جاي على ابو الهول على طول؟ انا اول مره ازور مصر ومن امبارح وكان الجو جميل العصر. تمام. نورتنا. جيت هنا الصبح ركبت جمل مع ابو احمد. تمام. سي اشرف. تمام. كان تعامله جميل جدا. رحنا على الثلاثة، على خوف وخفرع من غرب، ثم رحنا على البانوراما، خدنا صور حلوين كويسين، ونزلت على المعبد، وجاي الحين انا على ابو الهول اشوفه هل هو مفتح ولا مغمض. من هنا انت اتاكدت ان هو لسه مفتح؟ ايه. لا هو شوف مثل ما قلت، احنا حضارة 7000 سنة ما فيش حد عندنا بيغمض خالص. شرفتنا وشرفتنا ونورتنا. شكرا شكرا والله، ونورت مصر حبيبي. شكرا. حبيبي الله يخليك حبيبي. ارجع معاكم تاني مشهد ابو الهول، شكله كنت اتاكدوا ان هو لسه مفتح. زي ما انتم شايفين توافد كل الدول، كل انحاء مصر، كله نازل يشوف هل ابو الهول فعلا غمض ولا لسه مفتح زي ما هو. هنعمل دلوقتي زوم على عينين ابو الهول نشوفه فعلا صاحي ولا نايم. نعمل زوم اكتر عشان نشوف لو عينيه معمصة ولا غسلها. يجي يقول نايم وحد صحى يكمل شغله. فتح عينه وقفل العين ممكن. نعمل زوم كده نشوف العين التانية، العين الاتنين مفتحين اهو. هو احنا لما جينا سالنا الصبح قال لك لا هو صاحي من امبارح ما نامش فعلا، مش حد جه صحاه، واللي حصل ده كله اشاعات وكلام فارغ، كلام عاري تماما من الصحه. تمام. واحنا بنعمل لكم زوم اهو عشان تشوفوا عينيه مفتحه لسه مفتحه، يعني صاحي مفنجل فعلا. Thank you.
النهارده من المتوقع ان يكون في اقبال شديد شديد جدا لمشاهده يوم السابع. ان شاء الله في اقبال شديد لمشاهده ابو الهول. عامل لكم زوم كمان اهو. زي ما انتم شايفين التوافد الاقبال النهارده على مشاهده ابو الهول، ومتوقع يكون في اقبال شديد النهارده مشاهدة عيون ابو الهول. بدأت فعلا تهب دفعات من السياح مشاهدة عيون ابو الهول.
الصالي. طبعا جنينة الجمهورية. وين؟ جنينة الجمهورية. الجمهورية. نتكلم على ابو الهول، نشوف الواقع اللي حصل في امبارح، الواقع مفتح او مغمض. عربي مكسر وحرب. مش مهم. لا. بقول لك ايه؟ اطلع معانا لايف جنينة الجمهورية. جنينة الجمهورية. زي ما انتم شايفين تابعينا تابع الجمهورية اونلاين النساء بعض السياح والعرب جايين يصوروا ابو الهول وهو مفتح جايين يصوروا معاه بعد ما فتحين زي ما كان اشاعة طالعة عليه ان هو غمض عينه ودينا شفنا وتأكدنا كلنا ان دي اشاعات ولا صحة لها من الواقع لسرطان
القلق وخلاص، لكن ابو الهول طبعا حجر، ما فيش حجر يغمض عينه. حضراتكم شايفين الاقبال النهارده عامل ازاي، لسه يعني احنا سالنا قال لك ده لسه بدري، متوقع النهارده يكون في اقبال كبير جدا جدا على مشاهده ابو العود. ابو الهول التوافد
كنا معكم مشاهدي ومتابعي جمهورية أونلاين والمساء الوقوف على حقيقة نوم أبو الهول. بالفعل إن هو كان نايم ومريح شوية ولا لأ؟ ودينا شفنا إن هي كانت مجرد إشاعات إن أبو الهول زي ما هو من 7000 سنة. شكرا لكم متابعي جمهورية أونلاين والمساء، انتظرونا في لايف جديد.